يا بت انت ليه بتنطي مراحل كده بلا هداوة؟ بلاش الدنيا قفشي كده، واحدة واحدة. احنا هنا في ملقف والودان مفيش اكتر منها. ايه؟ انا عشان اثبت لك ان احنا مش هنختلف في اي حاجة. بتعمل ايه عندك يا بت؟ القهوة فارت 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 فارت. ايه ده؟ انا فين؟ الحاجة ضوية في خميس. انا اللي جابني المطبخ. مفاجأة يا بنت بالنسبة لك مش كده؟ شو؟ انا مش قلت شغل المرقعة والمياصة ده مش عايزاه في بيتي؟ خلاص؟ قلعتي برق الحياة؟ ايه ده؟ كرامة؟ ايه؟ خرست ليه؟ ما تتكلمي. اصل انا كنت بمشي وانا نايمة يا حاجة، وبعدين المعلم كان عالجني، بس الظاهر ان الحالة رجعت لي من تاني. نعم يا روح امك. ايه ده؟ وايه العبارة؟ اسأل مراتك. مسكينة يا خال، مش طلعت بتمشي وهي نايمة؟ الحقني يا معلم، مش الحالة رجعت لي من تاني. حالة؟ تاني؟ الله، لا اله الا الله. احنا مش كنا علمنا الحكايه دي؟ اصلا كان بيجي لها داء كده تمشي وهي نايمه، بس احنا عالجناها، لكن الظاهر ان الداء لسه قافش فيها. هو لسه قافش فيها، بس ربنا هيشفيها ان شاء الله. ادعوا لها. امين يا رب. ارقيها يا حاجه، ارقيها. جبت لك يا زمن. يا مسهل، ايه يا براء؟ يا ترى جاي كده فاضي ولا عندك اخبار تفرح؟ ابويا يا ستي هيتجوز، بس هعمل حفله مزاجي عالي قوي. انت شكلك سكران وجاي تكمل عليا. يا ساتر، ده بدل ما تقولي لي مبروك عقبالك. هو انت ناوي تعملها تاني انت كمان؟ وليه لا؟ عيب يعني ولا حرام؟ ده انا اعملها تاني وتالت ورابع لو حبيت، مش حق الشرع. ده اسمه ايه ده؟ بقول لك ايه، ما تهدى عليا شويه، اوعى مخك يحدفك لحته شمال، لحسن هتلاقي نفسك طاقش في حاره سد. وليه الجو الغامق ده؟ مش كنا حلوين مع بعض وقلنا هنبقى جيران ونفتح البيبان على بعضيها؟ ده حتى بيقول لك الجار اولى بالشفقه. احنا اصحاب مصلحه واحده وبيننا طار مشترك، وانا معاك كتف بكتف لحد ما نطلعه من عين افندينا. ماشي يا روما، يبقى مبروك على ابويا العروسه ومبروك علينا يا افندي. سلمت عقلك من الطيران، اوعى تقول على نفسك كده تاني، ده انت زنت الرجاله ونورتهم كمان. اتكلمي شو يا راجل، بالراحه عليا شويه، الخضه مش كويسه للي في سني. وبعدين ما انا بتكلم اهو، هو انا من ساعه ما دخلت الاوضه بطلت كلام؟ شو انجزي، ما تخنقونيش. بنجز حنجز وجايلك في الكلام، اخصى عليك. هو انا كنت امتى خبيت عنك حاجه؟ اصل انا وانا ماشيه رايحه للمطبخ لقيت اختك وخميس عمالين يتودودوا في الكلام، وبعدين فجاه كده لقيتهم بيقولوا اسمك في وسط الحكايه، فقلت لازم اعرف هما بيقولوا عليك ايه. وكانوا بيقولوا ايه؟ ملحقتش، خايبه داخله اتسحب وقمت متكعبله وحسوا بيا. بس انت عجبتني قوي انك دخلت معايا في اللعبه، ده انت سلبتني كده من وسطيهم. ايه؟ هتفضل قاعد كده زي الدبدبان؟ مش هتيجي ننام؟ نام؟ نام ايه؟ وانا عاد بيجيني نوم؟ ما انت مطيره النوم من عيني. ليه؟ كل ده علشان خايفة عليك وعايزة اطمن. لا يا حبيبتي، مش عشان تطمني، عشان التقليعة الجديدة اللي انت طالعة لي فيها اليومين دول، كل ليلة تنامي وتديني ظهرك، وانت عارفة ان انا النوم بيعصاني وانا مش في حضنك. طب تعالى كده، تعالى وريني النوم هيعصاك ازاي النهاردة.
هاتها جمال يا رب. يا رب. ضربة معلم بصحيح. عيب عليك يا حاج، ده انا ابنك برضه. لا حقيقي المرة دي عجبتني قوي. ايوه كده، خلينا احس ان انا مخلف راجل بحقه حقيقي. كل شد. صباح الفل يا معلم. بس خلي بالك دي علمة، يعني بمية وش وبمية كلمة. على نفسها يا حاج، ده انا براءة النوح. فضلت وراها لغاية ما خليتها زي العجينة بين صوابع دول. رمانة وبدران هما اللي في ايديهم حبل يا فندينا، لو قفشت الاتنين يبقى قفشت طرفين الحبل. شد من هنا مرة ومن هنا مرة، هو بقى يفرفر في النص. يبقى نكي من مرجيحة. ومرجح لي يا معلم. أيوه. اشتكني يا معلم. انا شقلعه. مش قلت لك ضربة معلم؟ يخرب بيتك نششتي دمي. مرة من نفسي انشف لك دمك. يخرب بيتك، اسكتي خالص، تعالي هنا لحد يسمعك. تعالي. انت بنتي بتقلديني ولا ايه؟ شكلك سمعتي حاجة. رمانة. ايه؟ الكلمتين اللي قالتهم للبت سعاد عروني قدام نفسي. عرفت من روحي يا اخي من اللي انا عايش فيه. هو انا وحش قوي كده خميس؟ خميس خميس خميس، اصحى وقف. انا وحش قوي كده؟ مصيبة يا بدران، لا يكون ضميرك صحي كده يا ابني، شغلنا هيقف ومصالحنا هتتعطل. انت حلو يا حبيبي، انت حلو وجميل وجميل قوي. مش هو حلو؟ هو مين؟ نهار ازرق على الدماغ الخفيفة، واحنا لسه ابتدينا، لا يدوب خمس ست طقم اللي شربناهم. الرجالة راحت فين؟ على الوصول. يجوا بالسلامة، يجوا بالسلامة يا بغاشي. هو انت بتخلينا نضرب في اي وقت كده؟ يا ابني دماغي طلبت، والدماغ وقت ما تطلب لازم تلبي الندى، لا تطير منك وتفك. واحنا راس مالنا ايه؟ دماغنا. بالك لو الحكومه تعرف قيمه الدماغ كانت فكتها علينا شويه وسهلتها وكيفت شعبها وريحت نفسها. لكن تقول لي مين؟ محدش بيسمع، كله بيتكلم بيتكلم بيتكلم، وفي الاخر كله شمال. ايوه كده، ازم ازم يا كبير واصطبح. الرجاله دوم في السكه. وصلوا بالسلامه ان شاء الله. وصلتك الامانه يا بجوشك؟ طمنت على اصوات؟ انت خيرك ما غرقنا يا باشا، بس في حاجة صغننة قد كده. خد بالك الصغنن ده بيبقى طعم ودمه خفيف. ومصيره يكبر. ويبقى أكبر منك كمان. إيه خير؟ عندك أنت كمان مشكلة ولا واحد عايز تديها استمارة ستة؟ زي حبيبنا اللي ضميره صحي. احنا يا باشا والحمد لله ضميرنا مرتاح الراحة الأبدية. اهو ده الكلام، سامع يا متر؟ بقال الله يا حبيبي. هاتك الباقي. ده على آخر الأحزان إن شاء الله. ممكن أكشف حاجة وحشة. هو خد الشر وراح. هو مين؟ المرحوم. هو أنا مت؟ يعني ما حدش قال لي. ايه الاخبار؟ هقول كده ولا فخنا لوحدينا انا وانت؟ قول عادي. بدران ده في مهام
ابن اختي. ابن اختك؟ الصغيره ولا الكبيره؟ المتوسطه. اه يا ابن المتوسطه. ايه العباره؟ 6 شهور. مالها؟ تتقص عن يخصك وبتنكش وراك كبير. اه صحيح، ال6 شهور بتروح لست بتاع الدجل وشعوذه ساكنه في البيت اللي قصاد مكتبي على طول. مره شفت معاها الست كرامه، بس نسيت اقول لك. مش دخل ده في كلام بجاش يا متر. لا، ما هو من كام يوم شفت عند الست دي مطره، مرات براء النوح. مطره مرات براء النوح. توح لرصاصه الطار اللي محيراكي، مش ده اللي جايبك لغايه هنا؟ لو الحل رصاصه في صدرك كنت عملتها من زمان وما كانتش خيبت زي اللي عملوها. هلا انت مش جايه تاخدي بطارك؟ طاري عند النوح اللي حط ابنه في وش المدفع عشان سوق وفلوس ومركز. طب وانا اضمن منين الكلام ده؟ اقل الدنيا اماره عشان اعرف ابلع الكلمتين. اشرب لك كوبايه ميه عشان تبلع، واذا كان الكلام ده مش لازمك فوتك بعافيه. استني بس استني، ما تاخدنيش على الحامي كده. رواقي. اللي عندي خلص، ولو اللي عندك لسه في الفرن شيعلي لما يستوي عشان نتفق. يعني انت شايفه ان طارق عند النوح قال؟ لسه سامع صوت غريب وهو بيصرخ في وش ابوه، وهو بيقول له الحكومه ملهاش في اللي بيننا وبين خميس. ساعتها النوح ما كانش سامع حد، كان عاوز يخلص عليك ويكوش على السوق حتى لو التمن كان ابنه. هو انت جايه تبرئي غريب ولا جايه تورطي النوح؟ الاتنين يا فندينا. براءه غريب وطار ودين في رقبتي عمري ما هنساه. لو الكلام ده يلزمك حط ايدك في ايدي، ما يلزمكش فضها سيرة. انت ست بصحيح، انما شكلك بميت راجل. وشوق بقى اللي انت مسرحها ورايا في كل حته دي، اعمل فيها ايه؟ هلاقلها نفضلها ولا كانها حشره حشره. ايه كده خلصت دورها؟ اتفقنا. والفاتحه قال لي يخون العهد ويتوب علينا ربنا. تريش ليه؟ آمين. انت اتجننت يا رمانة. الشيطان لعب معاك الدنيئة ورماك في التهلكة. حد يعمل اللي عملتيه مع الباشا ده؟ انت يا رمانة؟ ايوه انا. ده راجل عينه زايغ وايده اطول من لسانه، عايز نعمل له ايه يعني؟ اهشكه ولا زغزغه عشان يكركر؟ ما تحلوا على نفوخي بقى. لا 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 لا، انت ليه يمكن تكوني رمانة اللي انا اعرفها؟ انت لازم يتعمل لك زار وتترقي، انت اكيد ملبوسه. يا اخي ولا ملبوسه ولا مكبوسه، حلوا عني انتوا بس وسيبوني في حالي. قبل ما احل عنك يا رمانة، الامانه المهنيه بتحتم عليا ان انا اوريكي. عشان بس تعرف اللي بترفسي عشانه النعمة بيعمل من وراكي ايه. وانت بتدهوني ليه يعني؟ وانا مالي؟ بس ايه رأيك؟ تحس ان افندينا مزاجه عالي العال عناب. لو البيت بوسي ايه مزبطاه على التراك اخر حلاوة. طبعا البركة فيك، ما هي تربية ايديك. وانت ما تمرش فيك التربية ليه؟ قصر في يومك اللي مش فايد ده، احنا لسه في اوله. اسمعيني يا رمانة، انا عايزك تنتبه لقمة عيشك عشان ما تخسريش كل حاجة، فهماني ولا ايه؟ انت بتهددني تاني؟ لا بهددك ولا بتهدديني، انا بس جاي انورك عشان اللي بينا عيش وبغاشة، وما ينكرش البغاشة غير ولاد الحرام، ربنا يبعدنا عنهم. بقولك ايه يا مالت، هي بوسي خرجت مع فندينا ولا لا؟ انا بعتلك الفيديو ده واتس اوب عشان لما تفوقي من الغيبوبة اللي انت فيها تبقي اوب.
سلام يا نجمة. شكرا يا أيمن. واضح إنك بتحب المكان ده قوي. يعني بعض سواعي كده برتاح فيه. سواعي؟ اه. دي ذكريات بقى. زمان أيام ما كان فيه مزاج. المزاج بقى كان بيجي هنا مع مين؟ بيجي مع مين إزاي يعني؟ يعني ما جيتش هنا مع حد تاني؟ لا جيت طبعا. مع واحدة زي اللي كانت معاك في الحفلة؟ حفلة؟ أنهين؟ حفلة رجوعي، البنت اللي كانت لازقة فيك طول الحفلة وما سابتكش خالص. ألا ده انت مركزة معايا من زمان بقى. ما تطلعش فيها قوي. قولي بقى هي مين؟ واحدة من زمان خلصت زي الحاجات اللي خلصت. كنت بتحبها؟ انت شاغلة روحك بغيرك ليه؟ ما تركزي في نفسك. انت طلبت مني اني ما اكدبش عليكي وانا بحاول اوفي بوعدي معاكي. قومي معايا. على فين؟ في مشوار مهم لازم نعمله قبل ما نتجوز. لا سلامة فندينا. لا سلامة فندينا. انا جوز. اتفضلي اتفضلي. واو ايه المكان الحلو ده؟ ايه رايك؟ دي حتتي ومنطقتي. انا اتولدت هنا واتفطنت على الدنيا وعيت عليها من هنا. وعرفت ازاي بقى ان انا عايز اعرفك على حقيقتك؟ انا وعدتك لا هكذب ولا اخبي عليكي حاجه. طب قولي انت ساكن فين هنا؟ انا ساكن هنا اهو في البيت ده. هنا؟ وهدخلك داخله ملوكي كمان. امطني امر يا معلم. اركب العربيه تعالي. اركبي. ماشي. ايه ده يا خميس؟ ده يا ستي التوك توك. قصدك اليالو كاب؟ يعني حاجة زي كده. ايه اللي انتوا قلتيه اختراع للتوك توك؟ يا زوز يا زوز تعال. فوتنا وبوري عايزة حاجة؟ أصل أفندينا موصلنا نعمل لك كل اللي أنت عايزاه. أنا مش عاوزة حاجة، أنا عاوز أعرف مين اللي مع خميس دي. لا دي ضيفة أنا معرفهاش. ضيفة؟ طب بالإذن لأفندينا يستوعبني ولا حاجة. بالحضن يا ريحة الغاليين. إزيك يا طن؟ يا حبيبتي يا بنت الراجل اللي عايشين في خيره كلنا. قمر يا اختي قمر قمر. بالراحة بالراحة يا حاجة بالراحة. حملك دي واحدة واحدة. كرامة تعالي 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 سلمي ما تخافيش. كرامة مراتي. مراتك؟ اه. ازيك؟ معلش اصل صوتها بعافية شوية. الف سلام عليك. دي بقى يا ستي ميس فريده بنت الراجل الكبير الباشا الاصلي. نور يا حاجه. يا لهوي يما ما انا قاعده في حالي اهو. حالك ده ايه يا بنت؟ لا انا مش عارفاكي ولا ايه؟ مالك معيره كده ليه ولو يا بوزك؟ مفيش حاجه، زهقانه، قرفانه، اي حاجه. لا الحكايه مش حكايه قرف ولا حكايه زهق. كل من بصيتك في البلكونه اللي هتجيب اجلك. اديني سايبها لك وسايبه لك الاوضه كلها. استني عندك هنا. انا عايز افهم في ايه؟ ايه الحكايه؟ ولا انت فاكره نفسك انك كبرتي عليا خلاص؟ انت عايزه ايه مني دلوقتي؟ عايز اعرف في ايه في مخك؟ يوه يا بنتي يا ضنايا ما تزرزريش عليا قوي كده. قولي كيف فوتني يا حبيبتي. اقعدي يا ضنايا. يا حبيبتي انا خايفه عليكي والراجل اللي انت بص عليه لو جه بس الرجلين قبل الايدين عشان ياخدك مش هنرضى. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان ده لو حصل
اخاف عليك يا ضنايا تترملي وانت لسه في عز الشباب. طفي من بقك يا ام، ربنا ينجيه من كل شر. وينجيكي من شر نفسك. بس نفسي اعرف مين اللي جت مع الحاره. بس مش بقولك اخرتك ان شاء الله السرايا الصفرا. طب بقولك ايه، ما تقومي تسيبيني وتشوفي كده كنت بتعملي ايه. يا بنت فوقي، خميس ده متجوز، مراته ما بتتكلمش بس ما تتعيبش. ومين اللي جاب سيره مراته دلوقتي؟ انا عاوز اعرف مين اللي كانت معاه في الحاره. يا لهوي يا لهوي منك يا فوتنا هتجننيني. أكيد هيتجوزها، أكيد دي عروسة. أمال هتكون مين يعني؟ أنا شفت أمه وهي بتحضنها زي ما حضنتني زمان، كانت بتعينها، بس ده قال عني مراته. ما هي لازم تعرف يا خايبة، دي كانت بتبصلي زي ما تكون بتواسيني. أعمل إيه؟ أعمل إيه يا رب؟ أنا كان لازم أسأله من دي، لازم أقوله جاية ليه؟ نفسي أتكلم بقى، نفسي أصرخ، نفسي حد يحس بيا. وحتى لو اتكلمت هتكلم أقوله إيه؟ يا رب يا رب. مستوى العيلة مش قد كده. ها انت كنت عارف انه متجوز؟ اوف كورس. وما قلتليش ليه؟ في المستوى ده مش عيب عندهم الواحد يتجوز اتنين، وكنت عارف ان هو هيقولك. امه ست غريبة قوي، انا خفت منها، بس مراته شكلها طيب وزي القمر. يا فارق يا حبيبتي، انت اللي لازم تحسمي الامر وتاخدي قرارك. هتجوزه حتى لو كان على ضر. مبسوطه على الاقل ما كذبش عليا. ودي حاجه تستخبى، بس عايزك تفتكري ان انت اللي خدتي القرار بنفسك من غير اي ضغط مني. مش عارفه ليه لحد دلوقتي، مش يمكن عشان خاطرك؟ أنا قلت كده برضه، بس أنا بقى عندي شروط. شروط يا حبيبتي زي ما أنت عايزة. وهو قال لك كده؟ آه. لا عنده حق في دي. ماشي. لا حفظتها فانسي. فانس فانسي. طب أنا مضطر أقفل دلوقتي عشان أنا داخل على لجنة. باي باي. رخصك. رخصك. بطل غلاسة وقولي مين اللي كانت معاك دي. مين اللي كانت معايا فين؟ مين؟ الغندورة الصايحة اللي رحت جبتها لنا وعملتلي فيها مرشد سياحي وعملت فرجها هنا وهنا، وقال ايه في الآخر روحتها. اه انت قصدك على ميس فريدة. ايوه. ده دي آخر سايحة موجودة عندنا في مصر، وعشان كده لازم اهتم بيها واخد بالي منها. ما انا عرفتك عليها. ايوه مين مس فريده؟ خطيبتي. باي فانسي. في ايه يا اخويا؟ فانسي ايه؟ علمتها لي باللغات. في منها؟ ده انا لسه كنت عند حنتومه. حنتومه؟ حندومك؟ اه انت لسه بتروح عند البت الدجاله دي؟ غلط كده يا شو. انت اكيد بتهزر مش كده؟ اكيد عايز مصلحه من البت دي وبعد كده هتخلص منها. وانا طبعا معاك، زي ما هنجيب رجل التانية ونخلص منها مش كده؟ تانية مين ورجل مين؟ انت وريني. يا نهار ابيض حرارة. كم مرة قلنا بلاش تشاش ساعة ونخرج في الفسحة؟ فسحة ايه؟ من مجنون ومكر صور لك قتيل في البيت ده. ليه كده يا شراني؟ انا زعلتك في حاجة؟ انا زعلتك في حاجة. طب ليه؟ انت عايز ايه من البت دي بالظبط؟ الجواز ان شاء الله على سنة الله ورسوله. طب واللي بينا؟ بينا؟ بينا ايه يا مرات الخال؟ مرات الخال؟ دلوقتي بس يا اخويا افتكرت اني مرات الخال. والشقة اللي على المحارة والفرش اللي هنفرشه سوا
والهججان اللي هنهجه مع بعض. ايه ده 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 ايه الكلام ده؟ جبت الكلام ده منين؟ مش انت اللي خدتني من ايدي ووديتني؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، ادي اخره مشيك وانت نايمه، ادي اخره المشي وانت مش بتمشي وانت نايمه برضو، ولا انا فهمت غلط؟ اللهم اشفي مرات الخال، اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم اشفي كل مرضى الاسلام. تعالى هنا كلمني. انت انت انا اسمي المعلم خميس، الكلام اللي بتقوليه ده طير فيه رقاب، احنا صعايده. كل اللي اقدر اعمله لك اني هعمل نفسي كاني ما سمعتش، فاهمه؟ نصيحه مني يا شو، ما تخلينيش هلمحك تاني. معقول يا ابو سنة الايام هتتكسف على دمها وترجع تضحك لنا تاني؟ انا مش قلتلك خميس ده وش السعد من يوم ما خرج والايام بتخلع توبها الاسود والفرح عرف طريق بيتنا. دي فرحانة بالبيت ولا بالجواز يا حاجة؟ فرحانة بالحق اللي رجع لاصحاب. كرامة؟ كرامة مال؟ حدد اصلها على طرف. والضرة اللي انت عجبها تقعد فوق دماغها وتفكرها كل ساعة والتانية بعجزها وخراسها؟ كلامك مش مريحني يا ابو سنة. البنت اصلها صعبان عليا يا حاجة، مهما كان دي امانة في رقبتنا برضه. ابو سنة مش حاجة يا حاجة، انا بس عايز اقولك ان عظم التربة له علينا حق. مش هنفتش في قديمه. لا قديمه ولا جديده، خلاص عادش فيه فايدة. انت ليه عايز تطفي فرحتي؟ انا مش عايز اطفي فرحتك ولا حاجة يا حاجة، انا بصحي بس اللي مات جواكي قبل ما يفوت الاوان. انا خايف لفرحه زي دي تنسينا احنا مين ونبقى ايه لبعض. احنا اخوات والدم اللي بيجري في عروقنا واحد وروحنا متشعلقه في بعض. اوعى تنسى الحقيقه دي يا ابو سنة. انا ما نسيتش يا حاجه، بس الظاهر انت اللي نسيتي. نسيت ايه؟ نسيت ان ابو كرامه يبقى اخويا واخوكي. مالك يا شو؟ انت مش سامعني؟ مالك في ايه؟ راحت عليك يا شلوفه. مين؟ ها زفته، ها علي صوتك مش سامع. تقولي ايه؟ انا رمانه يا خميس. رمانه؟ اوعى تقفل السكه في وشي، في كلمتين مهمين لازم اقولهم لك لمصلحتك وبعد كده مش هتشوف خلقتي تاني. لا مش هينفع في التليفون، انا هطفش يا خميس ومش راجعه. بس قبل ما امشي ليك مصلحه عندي اقولها لك وبعد كده مش هتشوف وشي. قابلني عند قبر ابويا وامي، انا هستناك ما تعوقش. يلا سلام. الله عليكي يا ابله، ده انا والمصحف الشريف صدقتك. ايه الحلاوه دي؟ ايش طيب يا بت، اقعدي انت هنا واستنيني. طب ما تاخديني معاكي ابقى كشفك في الضلمه، الدنيا بقت ليل وما عادش امان يا اختي. ما تخافيش عليا، اعملي انت بس اللي بقولك عليه. طب خدي بالك على روحك. سلام. ربنا يكفيكي شر طريقك.
خلاص يا مطرة، اللي عشت طول السنين اللي فاتت مستنيها هيحصل، وعايز الغريب هناخده من بكرة. انت ناوي على ايه براء؟ افندينا خلاص بح، هنكتب له شهادة خروج من الدنيا الليلة. هتقتله؟ هاخد طار اخويا، مش ده اللي انت مستنياه؟ بس ايه مالك؟ مالك اتخدت كده؟ ده انا حتى قلت انك هتفرحي. لا 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 ولا حاجة، بس خايفة عليك. ما تخافيش يا مطر، ما تخافيش، انا مش راجع غير ودم انا فندينا مغازة جديد دول عشان نقرأ الفتحة نروح المرحوم وناخد عزاء واحنا راسنا مرفوعة. ضامن ده ملعوب ولا حقيقة، بس جاتلك ايه اللي عندك وعايزين اعرفه؟ انت هتسافري صحيح وتسيب البلد؟ فيها رمانة بتردي عليا ساكتة ليه يا رمانة؟ بتعيطي ليه؟ ما ترد يا رمانة، بتعيطي ليه؟ ليه الدموع دي؟ طلعت على روحك يا فندينا، والله وقعت ولا حد يسمع عليك. سلميني يا رمانة، هقتلك يا رمانة، هقتلك يا خميس، هقتلك يا خميس، هقتلك يا خميس. اتفضلوا معايا. قلت له بلاش ويتوب علينا ربنا وكده، فاهم؟ كله شويه اتفضل. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر. في ايه؟ ايه الصرعة دي عشان ايه؟ هي ليه مهامتش اللي عداد؟ في ايه يا جدع؟ الحقنا يا معلم، الحقينا يا حاج. يا زوز في ايه اللي حصل؟ في ايه؟ خميس جرى له حاجة؟ ابن نوح كان عايز يعملها معاه، بس الحكومة طبت وخدتهم كلهم على المديرية. تريد ايه؟ ما تحكي لها ايه اللي حصل؟ دي حكاية ورواية يا معلم، بس البس انت الاول وتعالى نروح له وفي السكه احكي لك كل حاجه. هل مش وجع على طول اهو؟ يلا زوز. ايوه يا حاج. تعال. ايه اللي حصل؟ معلم براءة كان عامل فيلم مع رمانة على خميس، لعبه كده كانوا مستفينها مع بعض، والظاهر انها قلبت عليه
راحت مسلمات تسليم اهالي للحكومه. رمانه؟ مين رمانه دي؟ تكونش قصدك البت الرقاصه دي؟ هي يا كبير خطه افندينا واللي المعلم براءه ملموم عليها اليومين دول. طب اتنقي رزق وتلتا وانت كنت معاهم رزق؟ كنت انا درجي من بعيد يا معلم، واول الحكومه ما طبت علينا قلبت بالراحه كده عشان اجي ابلغ معاليك. هما فين دلوقتي؟ يعني ايه براءه؟ براءه يا حاجه، طلعوا براءه، ما انت عارفه ابنك ودماغه ناشفه. مع ان الحكايه يا حاجه كانت متظبطه على الاخر. وابن النوح كان هيلبس حكم شديد قوي. بس افندينا بقى حن وقلبه رق وطلعوا منها زي الشعره من العجينه ولا اجدعها بدران. لا الحكايه فيها ان خميس ما يعملش كده اوانطه، في حاجه في دماغه. دماغه ايه يا حاجه؟ بل بناها تعمل كل دوت ويجي يضرب مفاتيح في الليله كلها. صحيح لعبتها بحرفنه وجرت رجل براءه ولا اجدعها خروف وسلمته زي الكلب لافندينا. وهو فين دلوقتي؟ وما جاش معاكوا ليه؟ راح عشان يرد الجميل، مش قلتلك قلبه رق؟ الرقاصة تاني يا خميس.